نتائج التحقيقات التي كشفت عنها وزارة الداخلية باعتقال خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت تخطط بالطبع لتنفيذ عمليات وهجومية طبعا تستهدف عدة مناطق في العراق. إلى أي مدى ترى أن إبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني عن الأراضي العراقية والتي يتخذ من مناطق في شمال العراق ملاذا له، إبعاده اليوم عن العراق يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والأمني بالطبع للعراق؟ شكرا. أنا أعتقد وجود PKK منذ البداية في داخل الأراضي العراقية هو تهديد لأمن القومي العراقي بكل مكوناته، تركمانيا كرديا عربيا سنيا شيعيا. وبعد أن اعترف الحكومة العراقية خلال زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة بأن حزب العمال الكردستاني هي حركة إرهابية، أنا أعتقد حان الآن العمل مشتركا بين حكومة أقليم كردستان وحكومة الاتحادية بشكل بوضع آليات حقيقية لإبعاد PKK عن العراق ومتابعة نشاطاتهم بشكل أمني استخباري بحت، لأن كشفت التحقيقات بأن لديهم نوايا خبيثة، نوايا غير صالحة، نوايا تزعزع الأمن القومي العراقي. حان الوقت لوضع لعمل مشترك لإبعادهم عن الأراضي العراقية بصورة صحيحة ونهائية حقيقة، لأنها أصبحت تهديد حقيقي لأمن واستقرار هذا البلد. وجودهم غير قانوني، وجودهم غير مرحب به، وكانت أخطاء من بعض الأطراف من الحكومة الاتحادية وبعض الأطراف الكردية أيضا لوجودهم وتواجدهم للآخر، ولكن ثبتت بأنهم ضد الكل. لا يوجد جهة هم متحالفين معها، لأن قيادات PKK أثبتت في الفترة الأخيرة بأنهم قيادات تريد أن تزعزع الأمن القومي العراقي بشكل صحيح. الحرائق اللي صارت كانت حرائق مدبرة، ليس هدفها فقط مصالح تركمانية، وهي هدفها الأساسي زعزعة وأمن الاستقرار في حكومة في أقليم كردستان. وأعتقد يجب علينا أن ندفع ثمن أخطاء السابقة الآن كي يكون نتمكن من استقرار ونجعل معادلة الأمن والاستقرار في هذا البلد بصورة صحيحة وباتجاهها الصحيح. نعم. تعاون مع تركيا ضروري، تعاون داخلي ضروري، العمل الاستخباري أصبح طيب ضروري، مقراتهم المتواجدة داخل مدن أقليم وحتى في بغداد يجب إبعادهم، وخاصة في منطقة سنجار التي سوف تعتبر بؤرة حقيقية لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد.